وللحديث أكثر عن تطورات المشهد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، وعبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال أدليمي. لعلي أبدأ معك دكتور حامد الصراف، أهلا بك. يعني بداية، حذر الكاظمي من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات، كيف تقرأ هذا التصريح في ظل التهديدات النارية لقادة الميليشيات اعتراضا على نتائج الانتخابات بغية تحصيل مزيد من المقاعد في البرلمان؟ مساء الخير عليكم جميعا، شكرا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة هذه الانتخابات جاءت نتيجة واضحة مباشرة لضغوط ويعني تأثير ثورة أكتوبر الخالدة في 2019، مثل ما عرفنا أنه حتى ولو التعديلات التي جاءت بطريقة ترقيعية قضية يعني قانون المفوضية، قانون الانتخابات، استبعاد قانون إصدار قانون الأحزاب، واستبعاد أيضا محاكمة قتلة الشهداء اللي كانت إحدى شروط شباب ثورة تشرين، لكنه على كل حال النتائج هذه على الرغم أيضا مما شاب الانتخابات من تزوير وتلاعب وشكوك ما زالت لحد الآن قائمة، لأنه النتائج النهائية لم تصدر بعد، لا نسبة المشاركة ولا التوزيع النهائي لعدد المقاعد لكل كتلة، إلا أنها شكلت الحقيقة هزيمة نكراء للميليشيات الولائية وللأحزاب الإسلاموية التي تدعي أنه هي صاحبة الحق في قيادة المرحلة هذه والمراحل القادمة. هذه الحقيقة الهزيمة والتشخيص الدقيق، لأنه هناك فعلا انحسار لنفوذ إيران في العراق، هذه الحقيقة يعتبر مكسب جانبي للشعب العراقي اتحقق خلال هذه، لكنه التهديدات التي يعني ردا على سؤالك، التهديدات التي يعني جاءت بعد اعلان النتائج الاوليه، انا اعتقد هذه تهديدات فارغه، الغرض منها يعني تهديد يعني وعيد اكثر مما هي فعلا يعني امكانيه تنفيذ على الصعيد العملي، كان يكون مثلا الاجنحه المسلحه والاذرع المسلحه للاحزاب هذه والنزول الى الشارع والربي وغيرها، انا اعتقد هذه خارج اطار القانون والدستور، بالتاكيد راح تكون ترد رد قوي من قبل القوات المسلحه العراقيه، وايضا رد واضح من قبل ثوار تشرين أنه لا يرضون استمرار هذه الميليشيات والسلاح المنفلت والتهديد الأمني، هناك سلم أهلي يجب أن يتوفر الآن بعد الانتخابات لغاية واضحة، هي أنه الشعب العراقي يجب أن يتمتع بحياة آمنة حرة وكريمة، رغم كل النتائج التي الآن الحقيقة لم تنصف الشعب العراقي بأن يكون هناك تحول تغيير جذري. دكتور حامد، مجددا أرحب بك دكتور هلال أدليمي، وإليك السؤال. يعني ميليشيا حزب الله في العراق اتهمت مصطفى الكاظمي بالتزوير ووصفته بعراب تزوير الانتخابات، هذا التسقيط دكتور هلال الذي يمارسونه ضد بعضهم، كيف سيؤثر على شكل النتائج النهائية للانتخابات برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين ومتابعيها ولضيف الكريم مستر حامد. حقيقة الأمر الذي يجري في العراق رغم كل ما شاب الانتخابات وأن هذه الانتخابات هي أصلا بنيت على مسرحية واضحة من التزوير واحتساب النسب، استبعاد العراقيين خارج العراق وما ذلك، كل الحيل التي قاموا بها أفرزت عدة إفرازات سنأتي على ذكرها لاحقا، ولكن إجابة على سؤالك، الله سبحانه وتعالى يقول بحق تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تجمعهم المصلحة، ولهذا السبب لو تلاحظون أن انحسار التيار الذي يدعي الإسلام الذي جاء حقيقة لينفذ برنامجا دقيقا في تشويه الإسلام باسم الإسلام، والاكتشاف الشعب العراقي ولو بعد حين أن هذه المسميات كلها كاذبة لصوصية، مجموعة من اللصوص والعصابات والذين سرقوا وخربوا ودمروا، وبالتالي ما حققوا شيء غير التدمير، فبالتالي المواطن العراقي الآن بدأ يفرز
هذا هذه المسميات وبدا ينبذها رغم كل ما حاولوا، وحتى الاصوات التي جلبوها هي اصوات جلبت بالباطل. الجانب الاخر انه كلهم يتهمون بعضهم البعض بما فيهم، الكاظمي ليس نزيها والميليشيات ليس نزيها، وهم يريدون التزوير، واذا لم تاتي كما يشتهون يبدا يتهم بعضهم البعض. للتزوير والتزوير حاصل، التزوير ليس تهمه حقيقة بدون دليل، وإنما التزوير تهمة، الجريمة حاصلة على الأرض فعليا ووثقت وسائل الإعلام وحتى المراقبين الدوليين. الجانب الآخر عندما نريد أن نتكلم عن عملية ظهرت نتيجة ثوار تشرين ومطالبتهم بانحسار التيار الإيراني أو مقارعة التيار الإيراني في العراق والولاء لخارج العراق، هذا لم يتحقق بالشكل الذي أراده المواطن العراقي، لأنه إيران سبقت هذه المرحلة بمراحل. إيران خططت إلى أن تكون اليد القابضة على العراق هي الميليشيات الموالية لها بقوة السلاح، وبهذا السبب يهددون. أنا لا أتفق معه، يعني أنا لا أتمنى ما 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 سوف يحصل، ولكن أعتقد أنهم أما يدخلون بطيران أما تكون لها القبضة أما أن تخرب كل شيء. سأعود إليك بسؤال جديد بعد قليل دكتور هلال، ريثما أنتقل إلى ضيفي عبر سكايب دكتور حامد مجددا. دكتور حامد، يعني أين تقف المحاصصة من هذا الصراع المستمر الذي يؤجج رغبة كل تيار من أجل محاولة التهام المزيد من المناصب وبالتالي تحقيق سيطرة أكبر على الأرض؟ هي شوف، اللي يتأسس على باطل هو باطل حقيقة. ما تأسس منذ 2003 ولغاية الآن نظام محاصصة مقيتة وتوزيع مراكز قوة وثروات بين هذه الأحزاب منذ مؤتمر لندن في نوفمبر 2002 ولغاية هذه اللحظة، الحقيقة هناك لغة المحاصصة، هذا لك ولا هذا لي، هذه هي الحقيقة التي جمعت هذه الأطراف. لذلك ثارتهم من خسر هذه الانتخابات لأنه سوف يستبعد إلى حد ما من حصة كبيرة كان يستأثر بها. ولذلك يعني نشوف احنا الانتخابات الماضية بال 2018 في آيار 2018 أيضا كانت مزورة وكان العزوف كبير، أكثر من 80%. لماذا لم يثوروا يتمردوا على هذه النتائج؟ لأنه كانت هناك محاصصة واضحة، يعني يصيبهم عدد كبير، يعني كمية كبيرة من الثروات. أما الآن عزلة هذه المجموعة أو تلك، الحقيقة هي التي استفزت هذه الأطراف الخاسرة باعتبار أنه نظام المحاصصة لم يعد يصيبهم بالخير مثل ما يقال أو بالثروات. المحاصصة تبقى، أنا أقولها بشكل واضح، هذه المحاصصة حتى ولو شكلت حكومة من أطراف رئيسية، وأنا أعتقد الأطراف الرئيسية واضحة الآن، إذا شكلت الحكومة من التيار الصدري ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن تقدم، هذه ثلاث أطراف كردية وسنية وشيعية، الحقيقة هناك محاصصة سوف تكون. لكن السؤال الكبير، ما دور الشعب العراقي في هذه القضية؟ هل يرضى بأن يبقى نظام المحاصصة؟ ما هو ثورة تشرين ثارت ضد المحاصصة، ثارت لاسترداد الوطن، لاسترداد الحياة الحرة الآمنة الكريمة. إذا تبقى المحاصصة معناتها كأنك يا أبو زيد لا ما غزيت، ما عمل أي شيء. لذلك أنا أقول لك بصريح العبارة أيضا، هناك يعني ردة فعل قوية ستكون للشعب العراقي إن استمرت هذا تشكيل هذه الحكومة على نفس المنوال. إذا كان هناك، لأنه فعلا الشارع ملتهب ما زال، ثوار تشرين يعني جذوة الثورة ما زالت متقدة في نفوس العراقيين. فالعزوف هذا الكبير معناها يعني الآن أيضا عزوف كبير في هذه الانتخابات، لم يقدروا بأنه أكثر من 60%، لا هو أكثر بالتأكيد، راح يعني يوازي إلى النسبة التي كانت في الانتخابات الماضية، احتمال كبير المشاركة أيضا 20 أو أقل من 20%. لذلك أنا أقول الرأي العام العراقي الآن متهيئ متأهب لأن يكون هناك فعلا ردة فعل إذا كان هناك إصرار على نظام المحاصصة، على الفساد، على عدم إزاحة الفاسدين. نعم، سأعود إليك بسؤال أخير دكتور حامد، ابقى معي. المؤشرات طبعا تشير إلى أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15% وربما هي أسوأ من انتخابات السابقة. مجددا إليك دكتور هلال،
يعني في ظل رغبة الميليشيات دكتور هلال في الاستحواذ على المزيد من المقاعد، هل تتوقع اندلاع صراع بين الأحزاب والميليشيات على تقاسم المناصب مثلا؟ هذا العامل وهذا المؤشر حقيقة بدأت بوادره من التصريحات الإعلامية التي تشير ببساطة إلى استخدام القوة لطرد الانفلات الأمني، وهذا ما أشار إليه حتى رئيس الوزراء في اجتماعه أنه يجب الالتزام بضوابط القانون والكل رابح ومن كلام، لكن بدأت الأطراف تتهم بعضها البعض، وأعتقد أنه الخاسر سوف لن، وخاصة إذا كان لديه أجندة خارجية، وكل الميليشيات التي في العراق وكل الأحزاب التي أتت إلى العراق ما بعد 2003 هي مرتبطة بأجندات خارجية ليس للعراق فيها حصة. المواطن العراقي يدفع من دمه ومن أمواله لكي تنفذ هذه الأحزاب الأجندات الخارجية التي جلبت إلى العراق من أجلها، وبالتالي هذه التهديدات قد تكون حقيقة مربكة، وبدأ التهديد بالسلم المجتمعي، تهديد السلم المجتمعي كورقة ضاغطة على الكل لكي يحصلوا على ما يريدون، وإلا أعتقد أنه السلاح المنفرد سوف يكون له دور ولا نتمنى ذلك. نعم. ولكن هذا ما أسست له هذه الميليشيات، ما السبب الذي سلحت بهذه الكمية من الأسلحة وبهذا القوة التي جعلتها تفرض هيمنتها على الدولة؟ وإحنا حقيقة في السنوات الماضية أشرت حالات من الانفلات الأمني أنه هذه الميليشيات تتصرف بقوة أكثر من الدولة، وهي أقوى من الجيش وأقوى من القوات المسلحة، وهي بالعكس تسيطر عليها، وبالتالي التهديد قائم والحرب المناصب والمكاسب سوف تكون هي في المرحلة القادمة، ولا نتمنى ذلك، ولكن هذا ما تخطط له إيران. أما تربح إيران وميليشياتها وما تريد، أو نعم. يكون الموضوع في انزلاق إلى الحرب الأهلية كما يقال. من عمان كنت معنا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال دليمي، شكرا جزيلا لك. أتجه لك بسؤالي الأخير دكتور حامد الصراف ضيفي عبر سكايب. دكتور حامد، يعني سواء تعدلت النتائج أو بقيت على ما هي عليه الآن، هل من شيء في الانتخابات الحالية يمكن التحدث به في إطار مثلا ما يحمل الخير للعراقيين ويدفعهم إلى التفاؤل؟ هل في الانتخابات الحالية ما يدفع العراقيين إلى التفاؤل مثلا؟ أنا التفاؤل الوحيد الحقيقة هو أنه الشعب العراقي أثبت هو الكتلة الأكبر، هو الذي يحدد مسار العملية السياسية القادمة، باعتبار هو الذي رفض ليس الانتخابات فحسب، وإنما رفض العملية السياسية والطبقة السياسية الفاسدة القابضة على السلطة برمتها. الآن إصرار الشعب العراقي أنه يجب أن يحدث التغيير الجذري المنشود كما طلبه شباب ثوار تشرين أو طالب به. الحقيقة هذه النقطة الجوهرية بالعمل. النقطة الثانية هي أنه فرطت عقد التحالفات، ظهر مهزوم ومنتصر، لكنه المنتصر أيضا ليس منتصرا على الشعب العراقي، منتصرا على الطرف الآخر. لا، نحن المنتصرون، الشعب هو المنتصر. لذلك إذا تشكلت الحكومة القادمة، ونرجو أنه تسير العملية بهدوء، لكنه هذه الحكومة سوف لن تستمر إذا لم تستجيب إلى مطالب الشعب العراقي بكامل مطالبة. هناك عصيان مدني سوف يبدأ ابتداء الحقيقة من بوادر تشكيل الحكومة للضغط على هذه الكتلة التي سوف تشكل الحكومة القادمة. هذا ما نرجو من الشعب العراقي، أن يحقق كل أهدافه بثورة تشرين المجيدة التي ما زالت مستمرة في نفوس العراقيين. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.